أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الموالاة والتولي للكفار؟ لا فرق بينهما، اللي ورد في القرآن التولي، ومن يتولى منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولى منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالتولي والموالاة بمعنى واحد، وقد بحثنا لنعرف هل هناك فرق ولم نجد.